من حق غيري أن يعيش حرا كريما، حق الحرية والكرامة كفلتها الشرائع السماوية وأقرتها القوانين الوضعية منذ سنين، منذ حوالي 70 سنة، سنة 48 و900 وألف، هيئة الأمم المتحدة عقدت جمعيتها العامة وخرجت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان أول بند فيه يولد جميع الناس أحرارا. حق الحرية والكرامة أن يتلقى الإنسان تعليما جيدا، أن تضمن له فرص العمل، أن يكون له سكن يأويه من الحر والقر، أن يكون له حرية السفر بلا قيد ولا شرط ليتعرف على الأجناس والثقافات، أن يكون حرا في رأيه وتعبيره دون ما إكراه ولا اضطهاد. بعض أشباه البشر للأسف الشديد ممن يكتبون قوانينهم بالأقلام ويدوسونها بالأقدام أرادوا أن يتعدوا على هذا الحق، فشردوا وجوعوا وتسببوا في المجازر والدمار. لهؤلاء نقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار.